السلام عليكم ورحمة الله. الشباب كجيرين بخير، لاباس عليكم؟ كل شيء مزيان، نتمنى إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال. مرحبا بكم مرة أخرى في التمرين ديال الألعاب العقدية. وصلنا في التمرين رقم 8، على بركة الله نبداو بالنسبة للتمرين رقم 8. دونك هنايا عطانا زد أ واحد زائد إي جوطة 3، عندنا زد ديال بي واحد زائد إي، وعندنا زد ديال سي زد أ على زد ديال بي. لا كيستيون الأولانية، أكتب زد سي على الشكل الجبري، يعني هاد زد سي هادي بلا نكتب على لا فورم الجبريك. دونك نبداو على بركة الله هنايا. دونك عندنا زد سي تساوي زد أ على زد ديال بي. مزيان، وشنو عندنا حنايا؟ شحال كيساوي ليا زد ديال بي؟ دونك زد ديال بي وزد ديال أ ما عندنا، دونك زد ديال أ هي واحد زائد اي جذر 3، وزد ديال بي هو واحد زائد اي. واحد زائد اي، دونك بينا نكتبو هاد زد سي على الشكل الجبري. دونك بينا نجيو نديرو هنايا زد ديال سي تساوي زد ا على زد ديال بي كتساوي، دونك زد ا بيت نعوضها بالتعبير ديالها، واحد زائد اي جذر 3، وعندنا زد ديال بي بالتعويض بواحد زائد اي. واحد زائد اي، مزيان. دابا شنو بغيت ندير هنايا؟ ما حصلتش على شكل جبري من الاول، دونك هنايا عندنا اي في المقام، غادي نضرب في الكونجيكي ديالها، نضرب في الكونجيكي ديال واحد زائد اي اللي هو واحد ناقص اي، غادي نضرب في الوسط وفي المقام. دونك واحد زائد اي، عفوا واحد ناقص اي المرافقة ديالها هادي هو واحد ناقص اي. مزيان، ننشر هذاك الشيء ونحسب عادي. هنا عندنا مطابقة هامة، كناخدو لابارتي غيال أوس إدمان زائد لابارتي إيماجينار أوس إدمان، المعامل ديال إي واحد الكل أوس إدمان. والفقعة ديال النشر، واحد في واحد هي واحد، واحد في ناقص إي هي ناقص إي، إي جذر 3 في واحد هي زائد إي جذر 3، وعندنا زائد اي جذر 3 في ناقص اي هي ناقص جذر 3 فوا اي اس 2، هي اي بوحدها اللي اس 2. مزيان، ونكمل هادو ميمكنش تحسبوا ليا، عندنا ناقص اي زائد اي جذر 3 واخا فيهم اي و اي ميمكنش تجمعوا، حيت هادي فيها الجذر هادي ما فيهاش. نحسب هادي هي الاولى، عاد ديك الساعه نجي بحد هادي، والمقام غادي نحسبو عادي. دونك في المقام بيعطينا واحد زائد واحد هي جوج، ها هي هنا عندنا واحد، ها هو اي اس 2 هي ناقص واحد مع ناقص هي زائد زائد جذر 3. مزيان، ناقص اي زائد اي جذر 3. دونك حنا كملنا هادي، ولكن هذا ما كيتعتبرش اننا لقينا الشكل الجبري. حاول هنايا هاد واحد زائد اي واحد زائد جذر 3 قسمو على جوج، يعني خرج لابارتي غيال ولابارتي ايماجينير. دونك واحد زائد جذر 3 على اي، هنا عندنا ناقص اي زائد اي جذر 3 على جوج، غادي تفاكتوري باي وتقسم عليها. دونك اما دير ناقص اي عامل لواحد ناقص جذر 3 على جوج، ولا دير هنايا زائد جذر 3 ناقص واحد بحال بحال، اما تفاكتوري بناقص ولا تدخلها لداخلها بحال بحال. دونك هذا هو زد 3، انت حصلت على لا فورم الجبريك. مزيان، دونك نكملو بالنسبه للسؤال الثاني. حدد الشكل المثلثي لزد ا وزد ديال بي، يعني بينا نديرو لا فورم جيومتريك ديال هاد زد ا وزد ديال بي. دونك السؤال الاول انتهينا منه، غادي نمشيو للسؤال الثاني. دونك عندنا زد ا تساوي واحد زائد اي جذر 3. مزيان، لا فورم جيومتريك اول حاجه كندير هي الموديول، كنخرج الموديول ديال هاد زد ا. يعني غادي ندير القيمه المطلقه الرمز ديالو كيساوي الجذر مربع لابارتي غيال أوس إتنان، ها هي زائد لابارتي إيماجينار أوس إتنان. هاي كناخد غير المعاملات، عندك شي واحد ياخد ليا إي؟ لا، تتساوي
وقلنا هذا دائما تكون موجب قطعا. دونك واحد أس اثنان هي واحد زائد جذر ثلاثة أس اثنان هي ثلاثة بيعطينا جذر ربعة هي جوج. حنا لقينا المعيار هو جوج، الموديل هو جوج. اشنو كنديرو من بعد؟ كنحاول نعمل به. يعني غادي نمشيو نديرو زد أ تتساوي، عندنا هنايا الموديل هو جوج، ها هو جوج، كنقسم عليه لاباغتي غيال ولاباغتي ايماجينيغ، ها هي هنايا جوج وهنا جوج، ونرجع نكتب هذاك الشيء اللي كان عندني في الأول. دونك جوج عامل، لاباغتي غيال هي واحد، عندنا هنايا زائد، ها هي، جرى ثلاثة، ها هي، على يعني حاول دير المعيار وقسم به، عمل به وقسم به، صافي. المرحلة الثانية تشوف واش عندك شي جذر في المقام، ما عندك دوز مباشرة للدائرة. قبل شوف معايا هنايا الكوسينوس كيفاش داير، موجب والسينوس حتى هي موجب، يعني خدامين في داك يعني المرسول الأول ديال الدائرة اللي فيه ألفا اللي كيكون فيه الكوسينوس موجب والسينوس حتى هو موجب. اش اللي بقى لك؟ بتمشي تقلب في الجدول، الكوسينوس ديال واحد الزاوية بيعطيك واحد على جوج. هاي تمشي للجدول بتقلب على الزاوية اللي الكوسينوس ديالها عفوا واحد على جوج هي بي على ثلاثة. يعني هنايا بدي تتساوي دونك زد أ تتساوي جوج عامل الكوسينوس ديال بي على ثلاثة زائد إي سينوس ديال بي على ثلاثة. انت خرجتي لا فورم تريغونوميتريك، قلنا اما نحطوها بحال هكا ولا نديرو الكتابة الاخرى اللي هي تنكتب هنا الموديول وتكتب هنايا لاغيمون اللي هي الزاوية الغصي بي على ثلاثة. حنا لقينا زد أ، بقى ليا دابا اشنو؟ غادي نمشي لزد بيتا هي، حيت انا طلب مني نخرج زد أ و زد ديال بي بلا فورم تريغونوميتريك. دونك خرجنا أ بقى ليا بي. دونك عندنا زد ديال بي تساوي واحد زائد بي. واحد زائد بي. اول حاجه كنديرو كنخرجو الموديل، الموديل ديال زد بي كيساوي الجذر لابارتي ريال اس اثنان زائد لابارتي ايماجينير اس اثنان. دونك هنايا بيعطينا جذر واحد أس اثنان زائد واحد أس اثنان هي جوج. مزيان، دونك لقينا الموديل هو الغصين ديال دو. يعني بدنا نمشيو نرجعو لزد ديال بي كيساوي، ها هو الموديل اللي هو جذر جوج، كنعمل بي وكنقسم عليه، ها هو جذر جوج، ها هو جذر جوج، ونكتب كل حاجة بلاصتها داكشي اللي بقى ليا. دونك هنايا عندنا لا بارتي ريال هي واحد، هاد زائد هي هادي، لا بارتي ايماجينير المعامل ديال اي هي واحد، هاي واحد، وهنا نديرو اي. مزيان، شوف شنو عندك هنايا، الجذر في المقام، حاول تخلص من الجذر في المقام، جوج الحوايج رد لهم الباب، الجذر في المقام وناقص كلهم يطلعوا لفوق، يعني هاد الجذر عندك الجذر جوج في المقام ضرب في المرافق ديالو راه هو نفسه، جذر جوج في جذر جوج ضرب الفوق وضرب لتحت. يعني هنايا الى ضربتي في البسط وفي المقام بغيتي تلقى واحد في جذر جوج هي جذر جوج، والغصين ديال دو في الغصين ديال دو هي دو، زائد حتى انا كذلك الغصين ديال دو على دو فوا اي. اكتب هنايا هذاك الموديول اللي بقى لي. مزيان، دونك هنايا ملي تخلصتي من داك الجذر في المقام حاول شوف هادو كيفاش دايرين موجبين. مزيان، يعني انت خدام في الجزء الاول ديال الدائره المثلثيه، كلشي موجب، الكوسينوس موجب والسينوس هو موجب، عندك الزاويه الفا. ملي تمشي للجدول بتقلب على شنو هي الكوسينوس ديال واحد الزاويه اللي بيعطيك الغاصين ديال دو سيغ دو، هي بي لاربعة معروفه هادي. يعني هنايا بدي تكتب الكوسينوس ديال بي على أربعة زائد اي سينوس ديال بي على أربعة، وما تنساش هذاك الموديل اللي درتي في الاول اللي هو الغصين ديال.
اما تخلي هذه الكتابه هكا ولا دير الكتابه الاخرى. كتحل معقوفه كتكتب الموديول هنايا اللي هو جذر جوج بوان فيغول الزاويه اللي هي بي على 4 اللي هي تيتا ولا الفا اللي سميتها. دونك هذا هو زد ديال بي. وعندنا في الاول زد ديال ا، ها هو فين خرجناه قبل. دونك هذا هو زد ديال ا. دونك غادي نقطرو هادو باش الا بغيناهم في السؤال الثالث نعرفو. دونك هيا زد ا بلا فورم تريغونوميتريك، هيا زد بي بلا فورم تريغونوميتريك. دونك نكملو الاسئله ديال. دونك من بعد فاش خرجنا السؤال الثاني، حدد الشكل المثلثي ديال زد ا وزد بي. شنو قال ليا؟ استنتج الشكل المثلثي ديال زد سي. استنتج الشكل المثلثي ديال زد سي. مزيان. دونك عندنا حنايا زد سي كيساوي الخارج ديال زد ا على زد بي، هنا راه تساوي، هنا زد سي تساوي. يعني نتايا اشنو غادي دير؟ غادي عمر انت عندك ان زد سي كيساوي زد ا على زد بي، زد ا على زد بي. مزيان. ونتايا هاد زد ا راه عندك لا فورم تريغونوميتريك ديالو ديجا لقيتيها، ها هي. يعني بدير هنايا تتساوي، بتحل واحد المعقوفة، كتب هاد التعبير هذا، جوج بي على ثلاثة. مزيان. هذا مقسم على اش؟ يعني الشكل المثلثي ديال زد بي هو هذا اللي خرجناه هنايا، هاو. يعني نتايا بتقسم على هذاك على هذاك، يعني بدير هنايا الجذر ديال دو في بي على ربعة، وهانت حصلتي على الشكل المثلثي. ولكن ما يمكن لكش تخليها هكا، خاصك تحسب هذا الشيء. هذا كتذكير على واحد القاعدة كنا درناها في الفيديو السابق، الا عندك واحد زد كيساوي واحد الشكل المثلثي اف، وهنا عندك واحد الزاوية تيتا ولا الفا، خارج واحد الشكل المثلثي اللي كتكون فيه واحد اف بريم، يعني واحد الموديل اخر واحد الزاويه واحده اخرى، غادي نسميها هي تيتا بريم باش ما يسحب لكمش. هذا هو هذا. يعني شنو كدير نتايا في هذه الحاله؟ كتقسم الموديل على الموديل، يعني اغ كتقسمها على اغ بريم، وهذه الزاويه الفوقانيه كتنقص منها هذيك الزاويه التحتانيه، تيتا ناقص تيتا بريم ولا الفا ناقص الفا بريم اللي سميتها. صافي. دونك هي القاعده، هي تذكير على هذا الشيء درنا في الفيديو السابق، هكا خدمنا بها. دونك اشنو غادي نديرو؟ غادي نحاول نحسب هذا الشيء عادي. يعني ندير تساوي زد ديال سي تتساوي جوج بيتقسمها على جذر جوج، بيدير جوج بيتقسمها على جذر جوج. مزيان. وهاد بي على ثلاثة ها هي بيتنقص منها بي على ربعة، هاي. وبيان سور ميمكنكش تخلي هادشي هاكا، حاول الجذر ميبقاش في المقام، وهادو تحسبهم. دونك هنا ضرب في جذر جوج في البسط وفي المقام، بيعطيك جوج هادي، بيعطيك جوج جذر جوج مقسمة على جوج. وهنايا بي على ثلاثة ناقص بي على ربعة، المقام واحد هو 12، ربعة بي ناقص ثلاثة بي هي بي. وهنايا يمكنلك تختازل هاد جوج مع جوج باش تخرج لك النتيجة النهائية ديال زد سي، اللي هي تتساوي زد ديال سي تتساوي وحل واحد معقوفة، الموديول هو الغاصين ديال دو، والزاوية هي بي على 12. دونك هذا هو الشكل المثلثي ديال هاد زد سي. يمكن لك تخليه كذلك هكا، ولا يمكن لك انك تنشرو باش يخرج لك بحال هاد التعبير هذا اللي لقينا في زد ديال بي وزد ديال سي. اما تخليه هكا ولا تنشرو هكا، راه بحال بحال. دونك نكملو السؤال 3. السؤال 3 استنتج الكوسينوس ديال بي على 12 والسينوس ديال بي على 12. مزيان. شوف واحد اللعيبه هنايا. سؤال 3 اش بتخرج دابا انت؟ بتخرج الكوسينوس ديال هادي، انا عندنا 12 عفوا، الكوسينوس ديال هاد الزاويه والسينوس ديالها. حاول تكتب لي هذا بالكتابه الاخرى. يعني انت يا بتجي تكتب هاد زد سي تساوي
هذا الموديول هو اللي كنعمل به، وكندير اشتان ديال الكوسينوس ديال هذه الزاوية زائد اي سينوس ديال هذه الزاوية بي على 12. يعني حنا نورمالمون كتكون عندنا هذه الكتابة وكنرجعوها لهذه، راه بحال بحال، كي عندك هذه ترجعها هذه، كي عندك هذه ترجعها هذه، بحال بحال. دابا مطلوب منك باش تخرج الكوسينوس ديال هاد بي على 12، اشنو كدير؟ كتحاول دير واحد النظمه، ولكن قبل ما دير هذيك النظمه، هاد زد سي هاد الشكل المثلثي كيساوي الشكل الجبري. شوف معايا الشكل الجبري، دابا هذا الشكل المثلثي ديال زد سي، زد سي في الشكل الجبري لا فورم تريغونوميتريك، شحال لقينا في الاول؟ هاي هذا في السؤال الاول، واحد زائد جذر ثلاثة على جوج ناقص اي عامل لواحد ناقص جذر ثلاثة على جوج، هذا هو لا فورم الجبريك. دونك نتايا باش تخرج هذا الكوسينوس اشنو كدير؟ كدير لا بارتي ريال كيساوي الكوسينوس، ولا بارتي ايماجينير كيساوي السينوس، هذه راه معروفة، الريال كيساوي ليا الكوس، والسينوس كيرتبط ليا بالايماجينير. مزيان، انت باش تخرج هذيك النظمه حاول تنشر، هذه هو الاولاني نشرها، حيتاش هذا كيكون معمل ومقسم عليه، يعني فاش كندوز لهاد المرحله هذه ملي كنجيبها نورمال ندير واحد التذكير. شوف معايا هنايا، قبل ما كنوصل لهاد المرحله راه كنكون ديجا عملت بهذا المعيار وقسمت عليه باش وصلني هنايا. يعني دابا باش نبغي نخرج هذه بغيت ننشر هذه، يعني هنايا عادي ننشر هذه، غادي نشر هاد زد سي، هاد المعيار عفوا، على هادي باش يعطيني هذا كيساوي هذا وهذا كيساوي هذا. يعني غادي نجيو نشرو السي، دونك زد سي تتساوي جذر جوج الكوسينوس ديال بي على 12 زائد جذر جوج ديال اي سينوس ديال بي على 12. عاد دابا غادي ندير واحد الشكل ديال النظمة، دونك نخلي هادي واخا انا خاويه نخليها باش تبقى قدامي هادي، يعني بغيت ندير واحد الشكل ديال النظمه، يعني غادي نمشي وندير واحد الشكل ديال النظمه. هاد لا بارتي ريال اللي كيساوي ليا الكوسينوس، يعني هنا عندنا الغاسين ديال دو كوسينوس ديال بي على 12 تتساوي اش؟ هاد لا بارتي ريال ها هي تتساوي واحد زائد جذر ثلاثة على جوج، مزيان. ولا بارتي ايماجينير فينا هي هادي، جذر جوج سينوس ديال بي على 12 تيساوي، كنحيد اي من هنايا وكنحيد اي من هنايا وكنخلي هذا بالاشارات ديالو، كيساوي ناقص عامل لواحد ناقص جذر ثلاثة على جوج. انا كنقلب على الكوسينوس وكنقلب على السينوس، هاد العدد اللي هنايا كندوزو للجهه الاخرى، غادي نكمل على هادي. الكوسينوس ديال بي على 12 تساوي هذاك جذر جوج، غادي ندوزو للجهه الاخرى، دونك هنا عندنا الضرب بيتحول القسم، انا غادي نحولو للضرب وندير المقلوب اللي بتساوي ليا واحد زائد جذر ثلاثة على جوج مضروبة في واحد على جذر جوج. كذلك بالنسبة للسين حتى هي نفس القضية، سينوس ديال بي على 12 كيساوي ناقص عامل لواحد ناقص جذر ثلاثة على جوج مضروبة في واحد على جذر جوج. ومن الأحسن الجذر ما يبقاش عندنا في المقام، يعني اش بينا نديرو هنايا؟ هاد واحد على جذر جوج بيتضرب في المرافق ديالها، يعني بيتضرب جذر جوج في البسط وفي المقام ونشرها على هادي. يعني هنايا بينا نخرجو السينوس الكوسينوس عفوا الكوسينوس ديال بي على 12 تيساوي، شوف معايا هنا عندنا جذر جوج في المقام بيتضرب في المرافق ديالها هي جذر جوج في البسط كامل، يعني هنا بتولي عندنا جذر جوج، هنا بتولي عندنا جذر ستة، يعني هنا جذر جوج زائد جذر ستة
مقسمة هاد جدر جوج بيضربوا في جدر جوج هي جوج، وجوج في جوج هي أربعة. هاي ونمشيو للسينوس. السينوس ديال بي على 12 حتى هنا كذلك نفس العملية، غادي نضرب في جدر جوج في البسط وفي المقام. المقام بيعطينا هي أربعة، ها هي. وهنايا نضرب هاد جدر جوج هنايا وندخل حتى ناقص، يعني يعطيني ناقص جدر جوج زائد جدر ستة على أربعة. نكتبوها بواحد الطريقة باش تبان، يعني الكوسينوس ديال بي على 12 تساوي الغاسين ديال دو زائد الغاسين ديال ستة على أربعة. وبالنسبة للسينوس، سينوس ديال بي على 12 كيساوي ناقص جذر جوج زائد جذر ستة على أربعة. يعني في السينوس ضربنا في جذر جوج في المقام وفي البسط ودخلت هاد ناقص، هاد ناقص بدا تدخل على واحد اللي بيدخل عليها جذر جوج هي ناقص جذر جوج، وهاد ناقص بدا تدخل مع هاد ناقص هي زائد. دونك هنا الشباب خرجنا السؤال اللي مطلوب منا. نشوف واش باقي عندنا شي سؤال. ما بقى عندنا حتى شي سؤال. دونك هنايا كملنا التمرين رقم 8. كان معكم الاستاذ يوسف، نتمنى الشرح ديال هذا التمرين ينال الاعجاب ديالكم. ما تبخلش عليا بواحد لايك واشترك معايا في القناه وبارطاجي مع الماكسيموم ديال صحابك. الحصه الجايه ان شاء الله غادي يكون فيها التمرين رقم 9 اللي هو اخر تمرين في هذه السلسله رقم 1. طلع في راسك، الله ميسر.